ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو انت اول يوم في الجيم فالفيديو ده ليك. دلوقتي معانا الضحية سيف. سيف هيعرفكم ازاي تلعبوا جنرال او فول بادي ورك اوت، او اول 3 ايام في الجيم هيبقوا عاملين ازاي. اول حاجه هنبدا بالتسخين الصحيح علشان نبقى مطمنين طول التمرينه ما يحصلناش اصابات. يلا حفظ جانبي، برافو عليك. 2 3 نفس نفس 4. بيكرر التمرين ده 20 30 40 عده، هو مش مرتبط بعدات معينه. يلا امامي بعد كده سيف، برافو عليك. اهم حاجه الكتف، نفصل بطن متحرك حركه 360 درجة، فلازم نحافظ عليه ولازم نسخنه كويس. خلاص تمام؟ يلا. ايوه برافو عليك. برافو عليك. يلا عكس. ممكن لعب التمرين ده هيلعبه 4 مجاميع في كل مرة من دقيقة لدقيقتين. والجنرال ببساطة أو الفول بادي ورك أوت بيبقى إنك تشغل كل عضلات جسمك في يوم واحد، وبناخد تمرينة من كل عضلة. انا عايزك تصحصح معايا كده وتركز عشان ايه. اول حاجة بحب ابتديها، بحب ابدأ من ورا لقدام، يعني هبدأ ظهر، كتف، صدر، ترايسبس، بايسبس، وبعد كده رجلين، وبعد كده في الاخر بطن. اتفقنا؟ يلا. يلا اقعد بالراحة. اول حاجة ما تركز انك تلعب بوزن خالص، احنا مش عايزين نعمل عضلات في اول 3 ايام، احنا عايزين نهيئ جسمنا على الوضعيات الصحيحة وكمان نضخ دم بس. يلا انزل يا سيف. واحنا نازلين كوعنا بيبقى قدام يا سيف شوية. ايوه برافو عليك، المعصم مفروض. انزل، برافو عليك. اطلع، خد نفس من بقك بعد اذنك. فوق فوق، ايوه افرد دراعك الاخر فوق، برافو عليك. يلا انزل، سرع الحركة بتاعتك شوية بعد اذنك، مش قوي، خليك وسط، خليك وسط. تمام، انسى بقى موضوع العشر عدات ده، هات 15 هات 20 لحد ما تبدا تحس بضخ الدم والحرقان. ثاني تمرين معانا تمرين الكتف، هنلعب بالطاره. كل التمرين بتاعتنا يا جماعه مش مرتبطه انت بتلعب في جيم مستوى عالي ولا على قد الايد، على قد ما انت بتشغل الزاويه الصح. يلا اتفضل سيف، ارفع كده اهو، برافو عليك. لا زي ما انت، ضم كوعك، اطلع فوق، برافو عليك. انزل بالراحه، ايوه خد نفس. نفس الوضعيه دي 4 مجاميع، المجموعه 15 20 25. يلا ثالث تمرين معانا هو تمرين الصدر او الشيست. هينام مستوي، ماسكه البار هتبقى مش واسع قوي ومش ضيقه قوي، بالظبط كده. ارفع يا سيف. بصوا يا جماعه نركز على حاجه، ما ينفعش تفرد دراعك كده زي ما سيف عامل، لازم تتني سنه، لازم يكون المعصم بتاعك مفرود، مش داخل لجوه ولا خارج لبره عشان ما يحصلكش اصابات. بتنزل عند حلمه الصدر، ايوه كده، وما تهبطش، اطلع سيف، برافو عليك، ما تفردش السيف للاخر. طبعا تاخد نفس ورقبتك تبقى تحت. المجاميع 4 مجاميع، العداد زي ما قلت 15 20 25 30 بوزن خفيف. دلوقتي تمرين الترايسبس بيتلعب، امسك المسطره يا سيف، المسطره ما تبقاش واسعه وما تبقاش ضيق. يلا ركز معانا بقى، استنى بقى، الكوع هيبقى كده اهو لازق في الدراع. اطلع، اول حاجه المفصل يبقى ايوه بالظبط كده مفروض، ومش بتطلع بقى زي 90، تطلع اكتر شويه، بالظبط كده. يلا انزل يا سيف. لا بص، كيك باك لورا، يلا لا انزل اكتر، انزل، بقول لك ركز معايا. يلا افرد تاني، افرد قوي قوي، ايوه بالظبط، لا مش عايز، مش عايزك، يلا بالراحه انزل، ايوه برافو عليك، اكتر اعصر اكتر، ممكن تتني ظهرك كده لقدام، ايوه انزل اعصر، برافو عليك. تاني العداد بقى 15 20 25 بوزن خفيف. دلوقتي البايسبس شايفين وزن عامل ازاي؟ تقريبا مفيش وزن. يلا سيف، لا ما طلعش قوي كده، بس هو كده. وبرده المفصل يا جماعه اهم حاجه، معظم الناس اللي بتتمرن بتسيب اللعبه دي اصلا علشان المشاكل اللي بتبقى في المفاصل. يلا انزل، يلا اطلع، برافو عليك، بالراحه انزل اطلع، برافو عليك. يلا نفس، ايوه برافو عليك،
وضعيه الكتف، وضعيه الركب، وضعيه الدراع، مفيش ولا كلمه. برافو عليك، برافو عليك. الاعداد زي ما انتم شايفين كده 20 30 40، واقعد اذكركم بيها كل شويه. المجاميع 4 مجاميع. دلوقتي هنلعب الرجل اماميات للناس اللي ما عندهاش جهاز الاكستنشن، ممكن يلعب هوائيات زي ما بيلعب كده. هيمسك في حاجه علشان ظهره يفضل مفروض زي ما احنا شايفين، ما بيفردش ركبه للاخر، بينزل اثبت زاويه، تبقى زاويه 90. اطلع، برافو عليك، لا اطلع اكتر، انزل علشان يبقى الضغط على الاماميات. يفضل يعني يلعب التمرين ده من 20 ل 50 عده 4 مجاميع. بص يا شباب، هو التمرين ده بيفضل انك تلعب خلفيه، جهاز خلفيه نايم، ده تقريبا في كل الجيمات، بس هو مش موجود هنا في الجيم، ففي خلفيه جالس، تمام؟ فما فرقتش على الخلفيه بقى، ممكن تقول لاي مدرب يلعبها لك، بس لو لقيت الجهاز ده خلاص هو بيغنيك يعني. ثانيه، يلا انزل تاني 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 تاني. هي الفكره كلها يا جماعه في العصره، اطلع ما تفرقش ركبتك، ما تفرق، اطلع تاني تاني تاني، بس ما تفرقش، انزل بقى يلا. برافو عليك، هي دي العده الكامله، بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه برافو عليك. العدات من 15 ل 20 4 مجاميع. اخر تمرين معانا تمرين البطن، هيبقى تمرين عضلات البطن العليا والسفلى. يلا نبدا بعضلات البطن العليا. يلا سيف، لا بص سيف اول حاجه بيطلع غلط، انا عايز العده تبقى اقل من كده، اقل من كده سيف بالظبط، ومش عايز رقبته تطلع، رقبته بتطلع كده فممكن فهتحصل له اصابه. بعد اذنك يا سيف ما تطلعش برقبتك، واطلع بجزعك اللي فوق، يلا بكتافك. 1 2، برضه بتطلع برقبتك، ضم كوعك، يلا اطلع بالراحه بالراحه يا حبيبي، ما رقبتك ما تسبقش جسمك. يلا يلا العب يا سيف. 1 2، يلا ايدك بتبقى عند العصوصه كده بالظبط، برافو عليك، اقفل ركبك، اقفل، يلا اطلع بقى. 1 2، برافو عليك، 3 4 5، 4 مجاميع 4 مجاميع، العدات براحتك، هات اخر. ودي كانت نهايه الفيديو. دلوقتي بقيت تعرف ازاي هتتمرن اول 3 ايام. عجبك الفيديو لايك وشير، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. واي حد عايز يتمرن معايا اونلاين يبعت لي على رسائل الصفحه او على الانستجرام او على قناه اليوتيوب. كان معاكم رامي عادل، سلام عليكم.